طابت اوقاتكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في استوديو صنعاء. والبدايه مع التقرير الذي صدر اليوم عن المفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحده بناء على توصيات فريق الخبراء الدوليين والاقليميين البارزين والمستقلين. هذا هو اخر المستجدات فيما يتعلق بحقوق الانسان والانتهاكات التي تتم خلال هذه الفتره على الارض اليمنيه. اذا رمى الحوثيون بكل اوراقهم في ساحه المعركه دون جدوى، يستخدمون اخر تلك الاوراق وهي العوده للاختطافات والاعتقالات وتنفيذ الاعدامات والاخفاء القسري للكثير من المواطنين، وبالتالي ابتزاز اهاليهم واخذ اموال ومبالغ نقديه كبيره جدا كما هو ثابت في الحالات. اذا الايام القادمه قد تشهد المزيد من العنف الحوثي والارهاب النفسي بسبب الهزائم المستمره في مختلف الجبهات الساحل الغربي وغيرها. في البدايه ارحب بضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ وليد الاباره، مدير مركز الدراسات والبحوث بوزاره حقوق الانسان. والبدايه من التقرير الذي صدر اليوم وخلاصه ما جاء فيه. وليد، وليد تسمعني؟ إذا لك ولكافة المشاهدين. طبعا في تقريبا مشكلة بسيطة في الصوت. فيما يتعلق بالتقرير اليوم الصادر عن فريق الخبراء المعني باليمن، فريق للأسف الشديد كان صادم، وسأحاول أن أتناوله من أربع محاور رئيسية. أولا الإطار القانوني، وأيضا الإطار المفاهيمي، وثالثا السياق العام، المنهج التحليلي، وأيضا مفردات التوصيف، ورابعا الاستنتاجات والنتائج التي خرج بها التوصيف. لنبدأ من البداية فيما يتعلق بالولاية القانونية. تم تشكيل في الدورة 36 في ديسمبر العام الماضي قرار من مجلس حقوق الإنسان، قضى بتشكيل فريق دولي يعنى بدراسة وتقييم أيضا الوضع الحقوقي في اليمن. إلا أننا تفاجأنا بهذا التقرير الذي قام الفريق وكأنه فريق تحقيق، وأيضا أشبه بفريق قضاء، بمعنى أنه تجاوز السيادة الوطنية، لأن القرار أصلا القاضي بالتشكيل كان تحت البند العاشر وليس البند السابع. البند العاشر مدرج بمساعدة الدول فنيا وتقنيا فقط، وبالتالي كان هناك تجاوز فيما يتعلق بالسيادة الوطنية، لأنه التحقيق والتقاضي هو حق أصيل للجمهورية اليمنية الممثلة بالشرعية الدستورية بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. فيما يتعلق بالإطار المفاهيمي للتقرير، وصف التقرير الحكومة الشرعية والقوات التابعة لها وسلطة الأمر الواقع الموجودة في صنعاء والقوات التابعة لها، وبالتالي كان هذا خطأ جسيم جدا ويتناقض مع روح القرار 2216 الذي وصف الحوثيين بالمتمردين. أيضا وصف ما يحدث في الحديدة بأنه عدوان، وبالتالي من المعلوم أنه لكل دولة الحق في البسط على كامل ترابها الوطني وحماية مواطنيها، وبالتالي التقرير يتناقض مع روح القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعزز سلطة الدول على كامل ترابها الوطني. فيما يتعلق بالسياق التحليلي والسياق المنهجي، نجد على أن التقرير افتقد بشكل كبير إلى الأرقام، وأيضا تجاهل بشكل كبير جدا كل المعطيات الموجودة على الأرض، إذ لم يذكر جريمة واحدة كما ارتكبها الحوثيين. ونحن ندرك بأن الحوثيين أولا هم من أعلنوا الحرب، وثانيا تمددوا عبر حرب الشياحية من صعدة وحتى وصلوا إلى عدن مرورا بكل المحافظات الشرقية والمحافظات الوسط والمحافظات الجنوبية، وبالتالي كان هناك تحيز بشكل واضح. وافتقر التقرير إلى المنهجية العلمية والموضوعية، وبالتالي يسفل دحضه بشكل أو بآخر، وهذا ما أكدته اليوم وزارة حقوق الإنسان عبر البيان الصادر عنها.
وأيضا أكدت بأنه الحكومة اليمنية ستقوم بالرد في تاريخ 25 سبتمبر عبر الطرق الرسمية، بمعنى من خلال مجلس حقوق الإنسان في انعقاده الدورة 39 الدورية. فيما يتعلق بالنتائج والاستنتاجات، نكتشف بأن الحوثي، بأن التقرير أيضا لم يزر أكثر المحافظات المضررة والأهلة بالسكان التي هي تعز، على الرغم من كل التسهيلات التي قدمتها وزارة حقوق الإنسان للفريق المعني وتقديم كل المعلومات التي طلبونها، وأيضا الدعوة المبكرة من قبل الحكومة مثلا بالدكتور أحمد عبيد بن داغر، والذي دعاهم ودعتهم الحكومة أيضا إلى, 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 إلى زيارة تعز، لكن للأسف الشديد لم يتم زيارة تعز ولم يتم التعرف على ما أحدثته الميليشيات من خراب ودمار، وعلى الأضرار التي لحقت بالأحياء الشعبية والأحياء الأهلة بالسكان والأسواق وأيضا بالمدنيين. أيضا فشل، لم يتطرق التقرير إلى ظاهرة الألغام، على الرغم أنها تعد ظاهرة مزعجة وأيضا ربما تشكل ظاهرة القرن برمته، بالنظر إلى كمية الألغام الهائلة التي تم زراعتها من قبل الحوثيين، وإلى عدد الضحايا المهول الذي خلفتهم خصوصا بين الأطفال والنساء، والإصابات الذي بعضها وصل إلى حد الإعاقة. ولم يتطرق أيضا إلى الأسرى والاختطاف القسري، لم يتطرق إلى التخندق والتمترس داخل الأحياء السكنية أثناء المواجهات، لم يتطرق إلى تفجير المنازل، لم يتطرق إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية، لم يتطرق إلى تجنيد الأطفال. إذن بمعنى التقرير افتكر لمنهجية موضوعية واضحة، كان ضعيفا من حيث بنيته ومن حيث الأساس أو المرجع القانوني الذي استند عليه، وكأنه أشبه بمماحكة سياسية يتم استخدامه من قبل أطراف دولية لابتزاز الشرعية وبعض أطراف التحالف العربي. للأسف الشديد التحالف العربي أحال التقرير للجنة قانونية لدراسته ورد عليه، الإمارات قالت أنها ستدرسه وسترد عليه، وزارة حقوق الإنسان اليوم الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان كلف فريق من الخبراء الفنيين والحقوقيين من الوزارة لدراسة التقرير بشكل منهجي والرد عليه. أعتقد بأن الرد سيكون منهجي من كل الأطراف وبالذات وزارة حقوق الإنسان والحكومة الشرعية، وأنا أعتقد على أن التقرير سيتم دحض كل ما جاء فيه بسهولة. ربما أبرز الملاحظات عليه هو افتقاره للدقة وتحري المصداقية في الكثير من المعلومات، رغم أنه يتحدث هنا أنه أغفل بعض المعلومات أو بعض الحقائق لعدم توفر أسباب وجهة للتصديق. طيب الفريق ربما لم يستطع أنه يزور كل المحافظات أو كل المناطق، خصوصا تلك الواقعة تحت سلطة الأمر الواقع في صنعاء، يعني بالتالي كيف يمكن التحقق من الجرائم التي تمارسها هذه الميليشيا، خصوصا ما يتعلق بالاعتقالات والإخفاء القسري والإعدامات والكثير كثير من الانتهاكات، تعذيب أيضا. الفريق زار 4 محافظات يمنية التي هي عدن، صنعاء، صعدة، الحديدة. من خلال استراتيجية النزول الذي قام بها الفريق يثبت بأنه أولا يساوي ما بين الضحية والجلاد، بما أن الفريق وصل إلى صعدة بمعنى أنه كان يستطيع الوصول إلى كل المناطق. فيما يتعلق بتعز، تعز تقع تحت سيطرة الجيش الوطني أو جزء كبير من تعز تحت سيطرة الجيش الوطني، أو على الأقل فيما يتعلق بحدود لحج والمناطق الجنوبية، وبالتالي كان يسهل وصولهم إلى تعز. تعز نحن نتحدث عن مدينة دملت بأكملها، هناك 22,000 جريح فقط داخل مدينة تعز، وكان يمكن أن يزوروا تعز خصوصا بعد كل التسهيلات والإجراءات التي قدمتها الحكومة، وبالتالي كان هناك إغفال لموضوع تعز ودورها المحوري فيما يتعلق بالانتهاكات. إذن الفريق فقط نماذج، وهذه النماذج قام بقراءتها لا أقل ولا أكثر، وبالتالي كان يفتقر بشكل كبير جدا. أولا تفاجأنا على السرعة، إذا الفريق زار خلال 3 أشهر تقريبا التقرير، وبالتالي التقرير كان مستعجل، طبخ على عجل، وأيضا تم استخدام التوقيت الذي هو قبل انعقاد الدورة 39
جلسات المجلس حقوق الإنسان التي في سبتمبر القادم، وبالتالي يتم توظيفه سياسيا. طبعا معلوم أنه الملف الحقوقي الدولي ومجلس حقوق الإنسان بشكل كبير جدا، الدول أعضاء من خلال بعثاتها الدبلوماسية، وبالتالي ملف الحقوقي وبشكل عام هو مسيس، لكن لم نكن نتوقع أبدا أن يسقط التقرير في الفخ السياسي بمجمله ويغفل حقوق الضحايا والمنتهكين. نعم. إذن يعني هو يتحدث أيضا التقرير عن أنه سلطات الأمر الواقع، هو يقول أنها شبيهة للحكومة، هو لا يريد أن يسميها ميليشيا ولا يريد أن يسميها حكومة، بالتالي هل تضيع هنا المسؤولية القانونية يعني كيف توصف هذه الحالة؟ يعني فيما يتعلق بالإطار المفاهيمي هذا جد مهم جدا، وهو مؤشر يستطيع من خلاله الباحث والقارئ الكريم أن يكتشف مدى مهنية وحيادية أي تقرير كان على بأي شكل أو في أي تخصص من التخصصات، لأن الإطار المفاهيمي مهم جدا. نحن أمام القرارات الدولية وصفت الحوثيين بأنهم متمردين، هم متمردون، يعني ماذا يمكن أن يقال في حق جماعة أصولية متطرفة لم تكن جزء من بنية الدولة ولم تكن جزء من بنية النظام السياسي اليمني، وبالتالي هي جماعة جاءت من خارج النظام السياسي ومن خارج بنية الدولة وقامت بمهاجمة كل الفئات اليمنية واغتصاب السلطة ومؤسسات الدولة ونهب كل أسلحة الجيش وتدميرها. إذا نحن هنا أمام تناقض صريح مع روح القرار 2216، لا يمكن أبدا أن يكون هناك قرار صادر من مجلس الأمن والأمم المتحدة يتهم الحوثيين بالتمرد ويصفهم بالمتمردين، ثم يأتي من لجنة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية ويصف الحوثيين بأنهم سلطة أمر واقع. هذا تناقض صريح جدا، وهذا مؤشر كبير جدا ومحوري ومفصلي بأن التقرير لم يكن محايد أبدا، ونعتقد ولا يمكن أبدا أن تقبل الحكومة الشرعية بمثل هذا المصطلح، لا يمكن أبدا، لأن هذا يعد خارق لكل القرارات السابقة التابعة لمجلس الأمن والأمم المتحدة. نعم. إذن الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية تعد خرقا للقانون الإنساني الدولي، وتعد أيضا جرائم حرب ضد الإنسانية، تتناقض أيضا مع الأعراف مع القوانين الدولية، وتعرض مرتكبيها للمسؤولية القانونية أمام محاكم العدل الدولية كمجرمي حرب. تابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش. آلاف الجرائم بحق اليمنيين المدنيين ارتكبتها ميليشيات الموت الحوثية على مدى 4 سنوات مضت، اتسمت بالدموية والعنف والبشاعة ضد المدنيين. حالة حقوق الإنسان في اليمن دخلت مرحلة غاية في الحساسية والتعقيد بسبب الهجمات وسلاح القناصة وزراعة الألغام وعمليات الإعدام غير المشروعة والموت تحت التعذيب والقتل بوسائل أخرى. الميليشيات الحوثية الإرهابية قتلت خلال العام 2017 1324 وأصابت 2295 آخرين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، أبرزها في محافظة تعز ومناطق في محافظات الجوف وحجة ومأرب وشبوة وصعدة والبيضاء والضالع ولحج والحديدة. العام 2017 وحتى منتصف العام 2018 شهد تزايدا في جرائم الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية من قبل ميليشيات لا تتقن غير القتل وتدمير ممنهج لكل مؤسسات الدولة، حتى الأرض لم تسلم من زراعة الألغام التي تعتبر مخالفة لحظر استخدام هذا السلاح المجرم في قوانين الحرب. جرائم متواصلة لميليشيات الحوثي الكهنوتية من هجمات متكررة وعشوائية وغير متناسبة على عدد من الأحياء والتجمعات السكانية والأسواق التجارية والمناطق والمنشآت المدنية، حيث استخدمت فيها الميليشيات سلاح مدفعية الهاون والهاوزر وصواريخ الكاتيوشا وسلاح الدبابة وصواريخ B10 ورشاشات متعددة العيارات والقدرات التدميرية.
اغتيال الناشطين والمعارضين والعسكريين برصاص الميليشيات الحوثية واستمرار استهداف الإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين ووقائع متمثلة بالإخفاء القسري والاختطاف والاحتجاز التعسفي وما صاحبه من عمليات تعذيب أودت بحياة الكثيرين تؤكد تعطش هذه الجماعة القادمة من الكهوف المظلمة التي لن تتوقف عن ممارسة جرائمها حتى يتم التطهير وتحرير اليمن من دنسها وفكرها الدخيل. طابت اوقاتكم مشاهدينا الكرام، وارحب بضيفي عبر الهاتف الاستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الانسان. استاذ نبيل، تجاوز الفريق الولايه الممنوحه له من فريق الخبراء، طبعا الولايه الممنوحه له من مجلس حقوق الانسان بحسب القرار الذي صدر تحت البند 10 الخاص بتقديم المساعدات الفنيه والتقنيه للدول، لماذا هذا التجاوز؟ بدايه مساء الخير لك ولجميع الساده المشاهدين. كما اشرتم هناك تجاوزات، هناك مخالفات، هناك لغة غير حقوقية تكاد تكون لغة سياسية وليست لغة حقوقية، وهو ما أدى لهذا التقرير الذي لم الصادم الذي لم نكن نتوقعه بهذا الشكل. مهما كانت يعني توقعاتنا السابقة نحو هذا التقرير أو الفريق، التجاوز حدث أولاً حيث أن التقرير عاد وقام بإعادة تقارير سابقة للمفوضية الثانية لحقوق الإنسان، يعيد نفس المعلومات. تقدمنا إلى المفوضية الثانية طيلة الثلاث السنوات الماضية، تقدمنا بردود للحكومة اليمنية شملت هذه الردود الوقائع والأحداث والتواريخ والأرقام، ومع ذلك جاء هذا التقرير ليعيد نفس ما قاله في تقارير سابقة، وكأنهم لا يقرؤون أو كأنهم لا يفقهون. النقطة الثانية، هذا التقرير جاء أيضا بطريقة غريبة جدا، يتحدث بالتفنيد لما يخص العمليات الجوية العسكرية، فيفند هنا ويفند هناك حتى بما هو صحيح أو غير صحيح، ومع ذلك لا يقدم أي جريمة من جرائم الميليشيات الحوثية ولا يتحدث عنها إلا بالمجمل فقط. وبالتالي هذا التقرير وكأن من كتبه يعني هم مجموعة من الحوثيون أعدوا هذا التقرير بشكل أو بآخر. على سبيل المثال، ما يزال التقرير وفي بدايته يتحدث عن قوات الحوثي صالح، على الرغم من أن هذا الفريق تم تشكيله في ديسمبر 2017 بعد عملية اغتيال الرئيس علي عبد الله صالح، وبالتالي لم يعد هذا الوصف صحيحا، ومع ذلك يستمر هذا التقرير في طرح مثل هذه التوصيفات. ثانيا، ما حدث في صنعاء في ديسمبر بعد الثاني من ديسمبر 2017 من عمليات قتل وإصابات تجاوزت أكثر من 2000 قتيل وجريح لا يتطرق لهذا الموضوع على الإطلاق. العدد المخيف من القتلى والجرحى في تعز لا يتطرق لهم على الإطلاق، بل تصل به الأمور إلى أن يقول أن عدد القتلى والجرحى في اليمن في حدود 16,000. 4 سنوات بكل الجرائم التي آلاف الأوراق من التقارير التي قدمت عبر وزارة حقوق الإنسان والمنظمات المحلية والمنظمات الدولية التي تحدثت عن جرائم الحوثيين يقدمها التقرير ليتحدث عنها وفق 16,000 قتيل وجريح، 6,000 كقتلى و 10,000 جرحى. أيضا التقرير يكاد يتناول المملكة والإمارات بشكل أساسي حتى أكثر مما يتناول الحكومة أو يتناول الموالين للجانب الحكومي من مقاومة مشتركة، ويتجه بكل صلب إلى الجانب الآخر، مع أنه يعلم أن التحالف العربي جاء بناء على القرار 22/16 الصادر عن مجلس الأمن
كتحالف عربي مؤيد من الجامعة العربية للقيام بتنفيذ ما جاء في هذا القرار. بالمقابل يرفض التقرير أو يتحاشى تماما الحديث عن إيران وحزب حسن نصر الله في لبنان تماما، وكأنهم ليسوا هم الطرف الرئيسي في جرائم الحوثيين، وأن الحوثيين ما هم إلا ذراع لهؤلاء بكل جرائمهم التي طالت اليمن وطالت أيضا الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر، طالت دول المنطقة. هذا الخطر الحقيقي على دول المنطقة بشكل عام، والذي الدول المنطقة الآن تدافع عن كيانها وعروبتها ضد هذا المد الفارسي في مناطقنا. يتغافل التقرير عن هؤلاء ولا يركز إلا على طرف واحد. هذا تقرير أعور، يرى بعين واحدة في اتجاه واحد، ولذلك نحن نقول أن التقرير دحض نفسه بنفسه لأنه فقد مصداقيته بفقدانه لعملية الحياد الأساسية لأي تقرير حقوقي. نعم، ابقى معي أستاذ نبيل وأعود إليك أستاذ وليد. حالة حقوق الإنسان ربما دخلت الآن مرحلة غاية في الحساسية والتعقيد بسبب الانتهاكات المستمرة لهذه الميليشيا. هل يتم رصد هذه الجرائم بشكل منهجي ومنتظم؟ بلا شك وزارة حقوق الإنسان فريق من الراصدين، وأيضا هناك مكاتب للوزارة موجودة في كل المحافظات المحررة، وأيضا فريق من الراصدين يتواجدون بشكل أو بآخر في المناطق التي لا يزال يسيطر عليها الحوثيين، وهناك تتبع أيضا لكل ما يجري سواء عبر الوسائط أو المواطن أصبح بشكل أو بآخر أشبه بالصحفي، وهناك توثيق لما يحدث، وأيضا يتم استكمال كل الإجراءات فيما يتعلق بالشكل القانوني. أيضا هناك اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وهي أيضا تقوم بالرصد والتوثيق وجمع الأدلة وفحص الأدلة أيضا واستجواب الشهود ومقابلة الضحايا إلى آخره، وجمع هذه الملفات ما فيما يتعلق بالتحقيق والتقاضي مستقبلا. هذا حق أصيل للحكومة الشرعية الممثلة بالفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومته، حكومة دولة أحمد عبيد بن دغ، وبالتالي هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم. هناك إجراءات متكاملة، وأيضا سيمثل كل من ارتكبوا جرائم الحرب حق اليمنيين وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد السلم وانتهاكات جسيمة، هؤلاء جميعهم سيمثلون أمام القضاء الوطني مستقبلا ولن يفلتوا من العدالة. نعم. إذن أستاذ نبيل، عندما نتحدث اليوم عن وثائق وأدلة قدمت إلى لجنة الخبراء برصد منهجي وفقا لما هو متعارف عليه، بالإضافة إلى القرارات الدولية، يعني ما الذي يمكن قوله الآن في هذا التقرير وما وراء هذا التقرير تحديدا؟ في كل الدورات السابقة كان حرص المفوضية السامية، طبعا أود في البداية أن أشير إلى أن المفوضية السامية هي من أعدت هذا التقرير وقالت أنها استوعبت ما جاء في تقرير الخبراء، بمعنى أنه أن هذا التقرير ليس تقرير الخبراء وإنما تقرير المفوضية الثانية. وهذا التقرير حوى كما قلت سابقا أجزاء بالقص واللصق من تقارير سابقة لمفوضية حقوق الإنسان. المفوضية ظلت في طيلة الفترات الماضية تصطف بشكل غريب مع في اتجاه الآخر. الجانب الآخر في هذا الموضوع أن التقرير يعيد فقرات كنا قد قدمنا فيها دحض كامل في السنوات السابقة، من ضمنها مثلا أن حالة الحصار هي التي أدت إلى هذا الوضع الاقتصادي، ولا يتحدث عن حالة الحصار الحقيقية التي يقوم بها الحوثيون على أبناء الشعب اليمني. الجانب الآخر مثلا يتحدث أن عدم دفع الرواتب هو سبب أساسي في حالة الفقر. هذا قد يكون هذا الكلام صحيح، لكنه يربك مباشرة أن السبب الرئيسي في ذلك هو نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، مع أن عملية نقل البنك
لم تأتي إلا بعد فترات طويلة من امتناع الحوثيين من دفع مرتبات الموظفين والعمل على زيادة هذه الحالة المأساوية للمواطنين. الجانب الآخر لا يتحدث عن أن هذه الميليشيات نهبت 5,300,000,000 دولار من داخل البنك المركزي، وهو ما يعني أن النقل أتى فقط نقل للبنك، وهو بنك قد تم إفراغه تماما بهذه العملية من النهب. الغريب أيضا أننا نجد التقرير يتناول قضايا من سنوات ماضية كثيرة، ويتحدث عن الرئيس عبد الرب منصور هادي على أساس أنه جاء وفق المبادرة الخليجية، ولا يتحدث عنه أنه جاء أيضا بعد انتخابات تمت في البلاد، وجاء أيضا بالحوار الوطني الشامل الذي شمل كافة القوى السياسية والاجتماعية. كل ذلك يتغافله ويتحدث فقط بلغة تكاد تكون لغة حوثية بحتة. نحن نقول هذا التقرير لم يعد يعنينا إلا فقط أن نرد على مجلس حقوق الإنسان وليس على من كتبوا هذا التقرير، لأنهم فقط طيلة هذا التقرير يرددون عبارة واحدة، وهي المطالبة لهذا الفريق بالتمديد لسنة أخرى لمواصلة أعمالهم، وهو ما فعلوا في السنوات الماضية، المطالبة المستمرة لتكوين لجنة تحقيق دولية. وأمام ما كنا نريده من حقائق وتقارير كان مجلس حقوق الإنسان يصل في آخر المطاف إلى تأجيل أو رفض ما تطالب به المواطنين. ما الذي يمكن أن يترتب على هذا التقرير؟ أنا أتوقع أن التقرير الآن أيضا للأسف الشديد هناك جوانب سياسية أحيانا تفرض نفسها حتى على الواقع الحقوقي. يعني قضية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ووجود اتفاقيات اقتصادية ما بين دول أوروبية وإيران سيؤدي إلى وجود حالة من المصالح في هذا السياق، لأن من يعبث في إطار الأمم المتحدة ليس الحوثيون، فهم أضعف من ذلك بكثير، ولكن في الأخير من يعبث هي إيران وأدواتها والدول التي تعمل معها أو تحاول أن تسير معها. نحن نقول أننا سنكون أمام مهمة صعبة في مجلس حقوق الإنسان في الشهر سبتمبر المقبل، لكننا بالمقابل نقول أن لدينا من الحقائق والأدلة ما إن ندحض به هذا التقرير أو غيره، وبالتالي سنظل نقول أن اللغة التي تقدم في مجلس الأمن أصبحت للأسف الشديد أرقى بكثير من اللغة التي تحاول أن تفرضها المفوضية الثانية. يبقى في هذا السياق أننا لا زال لدينا أمل في المفوضية الثانية بعد تعيين المفوضة الثانية الجديدة، لأننا للأسف ظلينا في طيلة الفترات الماضية وأمام شخصية عربية للأسف كانت حريصة على أن لا تكون على حالة وفاق معنا، لم تقدم شيء حقيقي من أجل اليمن ومن أجل التسوية التي تقوم على القرار 22/16 في إطار استعادة الدولة. الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، أشكرك جزيلا على هذه المداخلة الضافية، وأعود إليك ضيفي بالأستوديو وليد الأبارة مدير مركز البحوث والدراسات بوزارة حقوق الإنسان. وأختم معك بالحديث عن عقوبات الجماعية. أنا لو نسأل فقط في الجانب الفني للتقرير قبل الحديث عن العقوبات، في الجانب الفني للتقرير تفنيده، هل يمكن أن يعاد النظر في التوصيات؟ بلا شك إذا دققنا في التقرير، قلت لك أو كما قال سعادة الأخ الوكيل بأنه يفند نفسه بنفسه إذا ما دققنا في منهجية التقرير
وفي النتائج التي توصل إليها سنجد بأنه يمثل وجهة نظر سياسية وليست حقوقية بكل معنى الكلمة، فيما يتعلق في البناء المنهجي، فيما يتعلق في أدوات التحليل، فيما يتعلق بالإطار المفاهيمي، فيما يتعلق بالمرجع الولاية أو بالمرجع القانوني التي بموجبها تم تعيين الفريق والفنيين من الخبراء. أيضا يمثل وجهة نظر معينة الذي هو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبالتالي التقرير لم يقدم هو أقل حتى من دراسة وأقل من التقارير العادية التي تصدرها المنظمات مثل منظمة العفو ومنظمة الصليب الأحمر الدولي على سبيل المثال. وبالتالي التقرير من حيث البنية والمنهج تقرير متواضع جدا، فقط حمل رؤية سياسية عدائية. التقرير طبعا قبل التوقيت التي تم إصدار التقرير فيه يهدف بشكل رئيسي إلى نقطتين: أولا ابتزاز الشرعية والتحالف العربي، اثنين يحاول أن يجدد ولاية الفريق الفني للعام المقبل لا أقل ولا أكثر. وأيضا لا نعلم ما الذي تخطط له بعض الدول مثل هولندا أيضا واللوبي الإيراني المتواجد في أوروبا وبعض الدول المتحالفة معها. هذا اللوبي حاول بشكل أو بآخر محاولة انتزاع السيادة الوطنية للتحقيق وأيضا في التقاضي مستقبلا لتجنب أن يمثل قادة الحوثيين المتورطين بجرائم حرب أمام القضاء الوطني. ونحن نقول على أنه لا يمكن أبدا أن تفرط الحكومة الشرعية بشكل أو بآخر بحقها في التحقيق وبحقها أيضا في التقاضي مستقبلا، لأن ذلك يعد تفريط بكل دماء المدنيين الإبرياء والذي قتلهم الحوثيين، وأيضا تفريط بكل البنى التحتية سواء العامة أو الخاصة الذي دمرها الحوثيون، وأيضا تفريط بالحق العام، لأن الحوثيون كما نعلم أفرغوا البنوك من موازنتها، أفرغوا الاحتياط النقدي، تم الاستيلاء على الكثير من الشركات مثل والمبالغ التي كانت بحوزة شركة النفط وأيضا شركة موبايل المشغل الرئيسي للهاتف في اليمن، وأيضا الكثير من الشركات وشركة كامران وأيضا المشرق الصدى إلى آخره. وبالتالي كل هذه أموال وكل هذه دماء اليمنيين لا يمكن بشكل أو بآخر التفريط بالسيادة الوطنية في التحقيق والتقاضي. وأيضا سيتم الدفاع بشكل قوي جدا عن حقوق اليمنيين في ملاحقة الجناه وتقديمهم للعدالة مستقبلا، وأيضا سيتم التفنيد القرار أو التقرير بشكل أو بآخر، وستحاول الوزراء بشكل عام والفريق الحكومي المكلف بالذهاب إلى جنيف. هذا طبعا لا يسقط حق البلد ولا حق المواطنين ولا حق الحكومة في التقاضي أو مقاضاة أفراد هذه العصابة ومن ارتكبوا جرائم ضد اليمنيين. نعم صحيح صحيح. أشكرك إذن جزيل الشكر وليد الأبارة مدير مركز الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان، كنت ضيفا عزيزا معي في حلقة الليلة. أعود إليكم مشاهدينا الكرام ولمحة سريعة على آخر مستجدات الميدانية اليوم في صعدة. أبطال القوات المسلحة اليمنية يواصلون تطهير الثكنات التي تختبئ فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مديرية باقم، استكمالا لتطهير المديرية وكامل مناطق محافظة صعدة. هذه الصور أمامكم، هناك تقدمات كبيرة. في تعز أيضا القوات الحكومية أيضا تسيطر على منطقة الشعوب مديرية ماوية، وتقدمت باتجاه منطقة القباري والقحيفة وسط تقهقر للميليشيات. شاهدوا هذه الصور. احنا حريصين انه لا نعطيكم الأخبار إلا من مصادرها ومن الميدان. البعض يمتهن الكذب، يحترف الكذب، يحاول أن يكذب، لكن في الأخير لا يصح إلا الصحيح.
طبعا هناك عمل استخباراتي أيضا يجري باحتراف ومهنية عالية، تم الإطاحة بالكثير من مشرفي هذه العصابة الإرهابية وقيادات ميليشيات في الحديدة وفي صعدة أيضا. أكد اليوم أيضا مصرع واحد من أهم القيادات في الحديدة في الدريهمي، أهم القيادات، ربما يكون الرجل الثاني في الصف القيادي. لا عندكم؟ طيب ننتقل إلى الجانب الآخر الذي تمارسه الميليشيا، مستمرة في عمليات النهب والابتزاز للتجار ورجال الأعمال. استهدفت أخيرا محلات، طبعا استهدفوا من قبل محلات يعني من قبل الصرافة وبعدين الذهب، الآن رجعوا لمحلات بيع الأعشاب الطبية والعسل والبهارات في صنعاء. يعني جايين لكم بالترتيب، يعني كل واحد هياخذ دوره. فرضوا عليهم غرامات وإتاوات مالية على عدد من مالكي المحلات والمعامل، واتهام مالكها بأن منتجاتهم لا تمتلك أدنى معايير الجودة. يعني هتدفع فلوس انت جودة ممتازة وأفضل واحد، ما فيش فلوس انت بلا جودة. طبعا في دمار وزعوا من 20,000 على البيوت الموالين لهم، أملا طبعا أسر الضحايا الذين ذهبوا بأولادهم وعادوا جثث، وزعوا لهم من 20,000 على أمل أنهم يجيبوا الباقيين، يعني يجيب ابنك الثاني ونجيب 20,000 ثانية. يعني طيب سأبدأ بتلقي اتصالاتكم ورسائلكم على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. فاصل ونبدأ. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. اتمنى من البدايه انه التزام بموضوع البرنامج. ايضا اسمعوني من التليفون عندما يعني تكونوا على الهواء وتغلقوا صوت التلفزيون. ابدا مع اول المتصلين. الو مرحبا، احمد. الو ابو الزوكة، مساك الله بالخير. مساك بالخير والعافيه. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. هذا ابو الزوكة ولا من؟ لا احمد من جده. احمد من جده، اهلا بك احمد. سلامات شكلك. سلم الله حالك. والله حبينا نعيد عليك. الله يبارك فيك وكل عام بخير، وكل اهلنا ومغتربينا بصحه وسلامه يا رب، ما تشوفوا شر. هل تغلق لي صوت التلفزيون؟ ابشر طال عمرك. حاضر. سلمك الله. والله سلامتك الحبيب. يعني عندك في الونزه شويه بس. الله يبارك فيك. بس حبينا نسلم عليك، والله يشفق باليمن كله. ان شاء الله يا رب، والنصر قريب ان شاء الله. كل يوم في تقدمات، وان شاء الله في حرص على ارواح المدنيين، لانه هذه اهم شيء. أهم ما نحرص عليه، ما يجب أن يحرص عليه الجميع. أخي بغينا لعبة بنزل حقوق الإنسان وبين حقوق لا يعرف حقوق الإنسان ولا يعرف شيء. يعني لما يتكلم لك على 150 شخص توفوا بسبب التعذيب في سجون الحوثي، وبعدين يتكلم لك على حقوق الإنسان. يا أخي فين طلعوا لنا هذول؟ ما هم يمنه. نعم. ما يمني. لا هذا الخبث، هذا هو إيراني. يعني هذا الخبث إيراني. في إيران في الثورة الإيرانية قتلوا 11 ألف إيراني في الثورة إيران في 79. أشكرك يا أحمد، تابع معنا ومعي أبو زوكا من تعز. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اخي معي نقطتين اوجهها للمؤتمر الشعبي العام. تفضل. بغض النظر عن موضوع الحلقه على عداله،
نرجو من قيادة المؤتمر الشعبي العام في الخارج أن تتماسك وأن تكون يدها بيد الداخل في قيادة الداخل. نعم. النقطة الثانية أرجو من قيادة دول الخليج ألا تفلت المؤتمر الشعبي العام كما سقط البعث في العراق حتى لا يصير مصير اليمن مثل العراق. صحيح. شكرا جزيلا لك. نقطتان موجزتان ومختصرتان. وأخذ اتصال آخر. يعني في التقرير تحدثوا عن 16,000 منهم 6,000 قتيل، بينما الحوثيين معترفين ب 40,000. 40,000. طيب ألو، أخذ اتصال آخر. من أخذ؟ ألو ألو، مرحبا، تعرف عليك؟ أبو مسعود من المأرب. حي الله أبو مسعود. يا أخي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أنت على الهواء. يجب بعض الأخوة يبثل المؤتمر مثل البعث، المؤتمر لا هو مثل البعث ولا المؤتمر وطني يمني فطري من إلهي من الله. نعم، هو يقصد، هو يقصد أنه كان أنا ما أحب البعث ولا أحب الاشتراكي ولا الناصي ولا الإصلاح كلها. من يوم قفز على الكويت أي حزب أو متياهي عادي أي دولة عربية أنا مع المؤتمر هو درع متوجهة ومتدعى درع البلدان العربية. نعم. ورسالة لمجلس الأمن والمنظمات هذه بسبب إيه يحقدوا على اليمن ونريد نكتشف مع أسباب الأحقاد الذي يحملوها على اليمن ويجاملوا العقابات الذي فتحت في الأرض والإنسان. نتمنى من الدول المجلس الأمن هذا والمنظمات الحقوقية الذي أصبحت تاجر بدماء اليمنيين أن تنظر كيف يضغطوا على هذه العصابات تلم السلاح للدولة وتنحني للنظام والقانون. تمردت على الأنظمة والقوانين المحلية والدولية ونعاتب مجلس الأمن أن يضغط على الميليشيات لتنفيذ قراره 2116 بدلا ما يسوي لها زياد يا دول شقيقة انقذت لها من هذه العصابات المفترسة. نعم، شكرك يا أبو مسعود. وأستمع لأبو محمد من أب. أتمنى تكون المشاركات موجزة عشان نعطي الوقت للناس. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ؟ الله يسلمك يا أخي. لا تعولوا على مجلس الأمن ولا مجلس يحسم الموقف عسكريا، هؤلاء عصابة ما يشتوش يعني مجلس أمن ولا شيء، هؤلاء يشتوش يفقر الشعب اليمني أهلبوهم يعني هؤلاء يعني لا هاقدين هاقدين على الشعب بشكل مخيف. أيوة يجوع الناس يعني أتقوا أراضي الناس يعني هؤلاء يشتوش لكوا الشعب لأنه شعارهم معروف الموت 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 يعني ما في شعار حياة لا يركنوش انهم يعني منهم امل انه للحياة. ضروري المعركة العسكرية تحسم علشان نتخلص منهم. نعم، شكرك يا ابو محمد. اذا ابو محمد يعول على الحسم العسكري ولا يؤمن بقضية الحوار والسلمية مع هذه العصابة. اخذ اتصال. الو. إذا ما تحدثنا عن الاعتقالات في سجون الحوثي، عن الإخفاء القسري، عن التعذيب، عن اعتقال القصر اللي هم يعني الأطفال. طيب سمع أبو محمد من ردع، هذه كلها جرائم يعني ولن تسقط بالتقدم. أبو محمد. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي. حياك. تعال هوا. حياك الله يا استاذ عبد الكريم. الله يسلمك. الله يعافيك، تفضل اخي. كل عام وانت بخير. انت بصحه وسلامه يا رب. يا سيدي عيني، المتحده هذه تلعب على الحبلين، بتدور مصلحتها ومصلحه الاخرين ولا تعمل من اجل. طيب ممكن صوت التلفزيون بيربشك، شوف غلق صوت التلفزيون. على طول يا استاذ، على طول. نعم، كمل كلام. الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيين انتهاكات كبيرة فلم تعمل لها أي بال.
لا مثل ايش؟ مثل ايش؟ وضح للناس، ربما الناس يعني بيعتقدون انه الاعتقالات التي في صنعاء على جميع اعضاء المؤتمر الشعبي العام. هذا بالامس اعتقلوا واحد من حراسه الزعيم من بيته. نعم. من قريه دار الحيد. نعم. نعم. من هذه الاشياء واولاد عفاش وناس كثيرين في صنعاء. نعم. ما العقيد محمد بن محمد عبد الله صالح جريح، لم يسمحوا له حتى بالعلاج يعني. الامم المتحده هذه كذابه لا اخر درجه يعني. نعم. انا احييك يا ابو محمد، اشكرك. يلا نشكرك على هذا البرنامج، وانا نطالب كل مؤتمر يعني يوقف وقفه رجل واحد ضد الميليشيات هذه. وشكرا. تحية لك ولكل أهلنا في رداع، تحية للقوات المسلحة اليمنية، تحية لكل التشكيلات المتواجدة في جبهة الساحل الغربي من الحرس الجمهوري، من القوات البرية والبحرية والجوية والأمن المركزي والنجدة وكل التشكيلات الأخرى الموجودين هناك، المتطوعين أيضا هناك، قوات العمالقة وهناك صقور تهامة، الجميع يستحقون التحية والتقدير على الجهود والتضحيات الكبيرة التي يبذلونها من أجل تطهير البلد من رجس هذه الميليشيا. أخو اتصال. ألو مرحبا. ألو وليد، وليد بن صنعاء. ألو. أهلا يا وليد. الو وليد، انت على الهواء. الو، اهلا وسهلا. اعتذر. ابو فادي من السعوديه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الو يسلمك. اهلا وسهلا يا ابو فادي. عم تكلم في الموضوع بالنسبه للحوثيين وما حوثيين الان. هذا عصابة ميليشيات إجراميين كل النواحي، كل ما يعني كل الوسائل، لكن برضو الحكومة الشرعية مثلا الرئيس هادي لا مجال لا فائدة لا منهم ولا من هذا ولا من هذا، اختطافات عصابات. الآن حتى بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام نتمنى أن يخرج أي واحد يتكلم بصراحة بشفافية إيش اللي يدور حول المؤتمر، ما هو لكن لا البركاني لا القربيل ولا اي شخص نسيت يتكلموا على القواعد مع الناس بكل صراحه شفافيه، ما يدور الان في المؤتمر. نعم. ايش اللي حاصل؟ ربما لهم حسابات. طيب حسابات الان القواعد، خطاب القيادات للقواعد يعني ربما في الداخل نفهمه انه هناك محاذير، لكن بالنسبه للخارج، لكن اللي في الخارج ليش ما يصرحوا باي تصريح؟ ليش البركاني التقى هادي في مصر وحصلت لقاءات ما ظهرش ولا شخص واحد وضحنا ايش اللي حصل، ايش اللي تم، ايش اللي موجودين هنا؟ موجود نائب رئيس مجلس النواب، موجود نائب رئيس المجلس السياسي، موجودين شخصيات كبيره. نتمنى أنه أيضا تكون في الواجهة، في واجهة المشهد السياسي، وهم من يمثلون البلد الآن ويمثلون المؤتمر الشعبي العام. طيب ليش ما يطلعوا بشفافية للناس للمنظر المؤتمر الشعبي العام القواعد؟ نعم. نوجه لهم الدعوة. نوجه لهم الدعوة. أكيد. الدعوة من خلال هذا البرنامج. نرحب بكل القيادات المؤتمرية الشجاعة. أشكرك. وتحية خاصة للأستاذة فايق السيد. نوجه لها أجمل تحية وأتمنى لها الشفاء و إن شاء الله يا رب، ربنا يقويها إن شاء الله. شكرا. تصل آخر. ألو أبو عبد الغني من السعودية. أبو عبد الغني تفضل. ألو تسمعني؟ طيب ناخذ تصل آخر. يعني ربما الحديث عن 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 عمل سلمي وعن انتخابات يعني صار يعني بعيد المنال في ظل وجود هذه العصابة. هذه العصابة لا تعترف، لا يمكن انه تفاوضك وهي قادرة تاخذ شيء بالقوة. محمد من ابين، اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
وعاش من شبك والحمد لله على السلامة. تعيش تعيش الله يبارك فيك. أولا يا سيدي الناس، المؤتمر الشعب العام هو حزب وطني من سقطرة لا صعدة. نعم. ومن الحديدة لا حضرموت. نعم. كم لك يا سيدي؟ نعم نعم. ونحن مع المؤتمر الشعب العام، والمؤتمر الشعب العام هو اليمن، وكلنا مع المؤتمر الشعب العام في أبيان وفي عدن وفي حب. شكرا لك محمد. نحن مع أي مع الجماعة الوطني، وأعتقد أنه ما وصلوا اليمنيين في إلى إجماع مثل ما وصلوا اليوم إلى إجماع ضد هذه العصابة، عصابة الشر، عصابة الكهنوت، عصابة الإرهاب. لا أعتقد أنه في إجماع وصلوا إليه اليمنيين على مدى يمكن 50-60 سنة مثل هذا الإجماع. نأخذ اتصال. ألو مرحبا. يا مرحبا. أهلا وسهلا، تعرف عليك؟ أبو محمد يا أخي من عدن. أهلا وسهلا أبو محمد. يا هلا، أنا الشيخ الرطبط أخي عبد الولي. معك معك عبد الولي، تفضل أخي. كيفك أخي عبد الولي؟ سلم الله حالك أخي. شكرا جزيلا لك، تحية لأهلنا في عدن وأهلنا في أبين، كل المشاركات على العين والرأس. ألو مرحبا. طيب الحين اليوم يعني توصلنا اخبار صراحه من وقت للتالي عن اخبار اختطافات واعتقالات، يعني تحس انه نوع من احيانا التسليه بيتسلوا المشرفين او اصحاب اللي هم جالسين في النقاط، يعني ممكن يعتقلك لانه مش عاجبه شكلك، انه مش وبعدين تشل لك شهرين ثلاثة اشهر لما يجي واحد يخرجك ويدفع فلوس وكذا، لانه خلاص الدخله ما يعني اقل حاجه تدفع حق الشاوش الحبس، هذا ابسط حاجه، هذه 10-15 ألف هذه بالراحه يعني، ان لم تكن 30 و40. طبعا الناس بيشوفوها ما هي، لكن الناس بدون رواتب ما فيش، حتى الألفين كثيره تعتبر، فكثير من الحالات هذه. والله نحن نستحي بعض الأحيان نحن نتحدث عنها، لأنه إحنا لازلنا نتحدث عن اليمن، لكن هؤلاء ليسوا يمنيين، يعني ليست أخلاق اليمنيين، شو المسألة؟ هي بطاقة مش بطاقة، هذه الأخلاق، هذا الفكر من أين جاء؟ هل ممكن واحد الآن يتصل بي يقول لي إنه هذا الفكر وهذا الحقد وهذا التطرف هذا فكر يمني أو كان موجود في اليمن إلى قبل 2011؟ لا يمكن. من حين دخلت هذه العصابات بهذا التعليم الإيراني وبهذا الثقافة الإيرانية، إيران ثقافة حقد، لا يوجد فارسي يحب عربي، بالتالي هؤلاء هم عصابة ماشيين بعد إيران. ما بنقولش إحنا ننكر على الناس هويتهم أو وطنيتهم أو أنهم يمني، لا، لكن الفكر فكر مشوه، فكر منحرف. نستمع لإبراهيم من السعودية. على عبد الولي. يا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سلامات، سمعت كأنك مزكي من الأيام. سلام الله حالك. سامحونا دول. لا 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 أبداً، تقلب الجو. نحبك ونتابعك ونتابعك، وهذا الزعيم علي عبد الله صالح زعيم الأمة. الله يرحمه ويحسن إليه. الله يرحمه ويحسن إليه. سمعتك، أنا سمعت كلمة وأنت بترد على واحد على كذب الحوثيين. قلت ان في اخبار بتجيك انهم مديرية بيت الفقيه تحررت بالكامل. انا من بيت الفقيه فانبسطت وفرح. نعم. يعني ما اخر الاخبار عن بيت الفقيه اذا وصلتك؟ انا اقول لك على حاجه، انا استطيع اقول لك ان الامور ممتازه جدا. مسألة السيطرة الكاملة لا زالت المسألة في كر وفر، وفي انت عارف الان في في بيستخدموا الالغام، بيستخدموا القناصات، لكن انا استطيع اقول لك انه الامر محسوم، وبالمصادر داخليه عبد الله بيت الفقيه اذا تحرر بيت الفقيه المنصوريه انتهت انتهى الحوثيين وتحررت الحديد. مش بس الحديده، ستليها اربع محافظات. نعم نعم، اربع محافظات ستكون فورا من أيدي هذا العصابة. أهم حاجة، أهم حاجة عندك الدريهمي، بيت الفقيه، المنصورية، الكيل 16. نعم. هذه إذا مسكتها
ان شاء الله لن نعطيكم الا الخبر اليقين، انا لا اريد الا ان اعطيك خبر بالصوت والصوره. انا الان اشتيك اوصيك انك تكون تندي لنا معلومات دقيقه تفرحنا في الوضع، احنا على احر من الجمر. لا لا ما تقلق ان شاء الله الامور، انا بشركنا الاخبار طيبه، لكن كخبر نهائي انا اشدي لك بالصوره ان شاء الله. الله يجزاك الله خير، شكرا جزيلا لك، احنا نحبك. اشكرك واعطي الفرصه لابو عصام من صنعاء. حياك يا استاذ عبد الله. الله يسلمك يا ابو عصام، تفضل اخي. كيف انت يا اخي مرتاح؟ سلم الله حالك. انا احيي الاخ سالم السيد واحيي النسوان الذين اشرف من الرجال اللي في جامع صالح والذي في المستشفى العسكري والذين ناضلن امام مجلس الزعيم على عبد الله صالح، انا احييهم واقول لهم انت اشرف من الخونه، وعليهم ان يعطوا صفوفهم للنساء هؤلاء وسلاحهم في حرب اليمن افضل منهم. طيب طمنا على صنعاء. طمنا على صنعاء. صنعاء يا اخي صنعاء زي الزفت يا اخي، وش صنعاء يعني مقبره الاحياء. ايش نقول لهم؟ صنعاء في هذا الحكم هذه الميليشيات يعني مقبره الاحياء. نحس بنفوسنا في سجون ولا نحس بنفوسنا احرار. اليوم في ازمه ديزل. الدبه الديزل يا اخي امس محزون في صنعاء امس العجين والبنزين يعني تطابق الكيس الدقيق بعد 10000. الله اكبر. أين عبا نعيش يا أخي؟ أهم حاجة إسقاط الجرعة. هي دخلوا بإسقاط الجرعة، الله ينتقمهم ويعجل في زوالهم، بالرغم إن إحنا ضحينا في الحروب الست في سعدة، وأنا اسمعني وأنا أحد من الذين ضحوا في حروب الست ولا زلت معاد، ولكن لا سامح الله من خان دماء أنا وسحاب الحوثيين لا صنعاء. هذا الجرائم هذا الجرائم لن تسقط. تجويع الناس وقتل الناس بالأزمات المتلاحقة وحبس أرزاقهم أو قوتهم، هذا الكلام هذا جريمة طبعا، ولن تسقط. الناس يعرفوا من هم قرماءهم، يعرفوا من هم وراء هذه الأزمات ومن يفتعلها. يا أخي بالأخص يا أخي عبد رب منصور هادي القيادة المنصب معنا الذي في خلال الحروب الست عليهم ان يتقوا الله في دماء الذي سبقت في صعده. الان بتعرضوا للانتقام صح؟ طيب شكرا لك. انا ايضا تواصلوا معي الناس من شاركوا في الحروب الست، قالوا انهم بيبحثوا عن كشوفات من شاركوا في الحروب الست لتصفيتهم والانتقام منهم. وبيدفعوا بهم يا اما تروح انت في اول الجبهه اول واحد ما لم سيتم قتله او رميه في السجن. حسن من السعوديه تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. أخ عبد الله الله يعطيك العافية. عافي بدنك. بالنسبة للنازحين يا أخي أصحاب الحديدة في عدن نعم. المخيمات بتحرق بأي ذنب. هذا مجموعة متطرفة لا يعبروا إلا عن أنفسهم، من قاموا بحرق بعض الخيام لا يمكن إحنا نعمم هذا الكلام على أحد يعني. مش تأمين لكن ما هو يعني ما أصحاب الحديدة ما عندهم اي سابقه شينا يعني ما فيش، بس هذا تحصل لك احتضنوا اليمن في كل انحاء اليمن احتضنوا. والله يا حسن ان الواردات واردات ميناء الحديده الى اليوم تصل الى عدن، الواردات التي تدخل من ميناء الحديده البضائع تصل الى عدن وابين ولاحج وحضرموت وصعده والمهره وكل محافظات اليمن، تدخل 63% من واردات اليمن تدخل عبر ميناء الحديده. الحديده لم نعرف منها الا الخير، لم نعرف منها الا ال- 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 الزراعه، المنتجات الزراعيه، المنتجات الصناعيه الاستهلاكيه اليوميه، الحليب والعصير كلها. أهل الحديده كان تعاملهم مع اهل اليمن غير هذا يعني تعامل الفل يعني ايضا من الحديده، لكن يعني حتى الرائحه الطيبه تاتي من الحديده. وبالنسبه يا اخي للاحزاب اسالكم بالله، اسال الله ان يهديكم، اعتصموا، قال الله سبحانه وتعالى اعتصموا ما قال تحزبوا، يعني يكفي ايش يكفي تشرذم، يكفي تقسم، يكفي يعني خطر كبير يا جماعه الخير بتسببوه على البلاد وعلى العباد بسبب التعنت حق الاحزاب. نعم. أنعم الله عليك، هذه رسالتي، وأسأل الله أن جزيلا لك يا حسن أن ينصر اليمن.
شكرا جزيلا اهل اليمن وكل من ناصرهم يقبل كل من خذلهم. امين يا رب. اشكرك يا حسن. طبعا اليوم عصابة الكهنوت اغلقت مصنع اليماني، طبعا مصنع للعصير وللحليب وهذه المنتجات. 7000 اسرة اليوم على يعني رزقها وقوتها على المحك. 7000 موظف في مصانع يماني. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله. عبد الله من الامارات. ابو عبد الله. ابو عبد الله. هيا ابو عبد الله وابو عبد الله. الله يسلمك اخي. الله يسلمك. طول عمرك الاشياء هذه اللي تحصل من الحوثيين اللي هي تحصل منهم الاشياء الصادقه الى هيئه الامم. الان رساله موجهه الى السعوديه، موجهه لدوله الامارات للتحالف على اساس تخفف عنهم، او هل هم هذول يتخفف عنهم في حياتنا هذه او حياتكم انتم العايشين بالمراره من قبلهم؟ تخفف عنهم القوات او الضرب او كذا او الحرب. هاي احنا نطلب من الله ومن التحالف ومن الجمهوريه العربيه والدوله الجديده ان شاء الله، وعسى الله يخفف عن الجميع من هذه الآفة. هل هذا يخفف عنها بشيء بالضبط؟ احنا نسالكم من الله. الهيئة الأمم اللي تكلموا يعني في الشيء هذا احنا نقول لا يخفف عنه حتى ايه ينتهي مدتهم وسير الأمل والحكم إلى الدولة الجديدة وتعيش الأمة هذه الموجودة في هذه الجمهورية بسلام. أشكرك يا أبو عبد الله. شكرا. الله يخليك. شكرا جزيلا لك. بناخذ اتصال اخر. الو مساء الخير اخي عبد الوليد. اهلا وسهلا. كيف حالكم؟ طيبين. محمد ابو فاضل اهلا بك. الله يسلمك حبيبي وعافيك. الموضوع بخصوص الامم المتحده يعني حقيقه الامر انه الامم المتحده يعني ما في امم متحده، ما في امم متحده نهائيا، ولا نسمع عنها ولا قد صدر منها اي بيان او قرار يدين الجماعات هذه الميليشيا الذي انتهكت حقوق المواطنين في جميع انحاء المحافظات والمناطق المسيطره عليها. يا اخي السجون مليانه بالشباب، السجون مليانه بالحريم. الواحد والله العظيم انه يستحي يتكلم بالكلام هذا، يقول انه في حريم جنسيين يعني على اساس ملصقات ولا على اساس انها تنتمي لاي تنظيم سياسي ولا ان عندها كلمه. الآن السجون قبل أسبوع هناك مواطن، مو مواطن يعتبر جندي في المهام الصعبة مع علي عبد الله صعبة، اسمه عبد الكريم عواض، بدون وجه حق. الرجال عنده أولاد، أبوه طبعا مجريح ونايم في البيت تمام. بدون وجه حق 4 طقوم تلاحظوا تأخذه، بالرغم أنه لا يشتغل في السرك العسكري الآن، ويشتغل في جهة أمنية على أساس عياله، والآن مرمين في السجن. ما في أي منظمة ناشد وتضامنت معاه الناس، تضامنت معاه يا فصيح المنصيح. ثاني حاجة رسالتي يا أخي الكريم لأعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام، رجاء أن يكفي ادعسنا بما فيه الكفاية. أصحاب مش وقتهم، فاهمين مين المستشارين وقد ربما أنتم عارفين منهم يا أستاذ عبد الولي. يكفي يا جماعة الخير، اتبهذلنا، انتهكت أعراضنا، انسجننا، جعنا، فقرنا، ايش عاد باقي؟ وايش عاد باقي لهم هم؟ هم اذا هم بصراحة اذا هم قاعدين في الفنادق، اذا هم قاعدين، يا اخي في 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 اعضاء وفي قيادات للمؤتمر الشعبي العام منتظرين لاي بيان يصدر منهم يا اخي. يا اخي يكفي تكبر على بعضنا البعض، خلاص يكفي الى حد الان يكفي، يلموا الصف ويقعوا اخوان زي ما كنا. المؤتمر الشعبي العام هو المؤتمر اللي حيحكم اليمن، ما في غيره، وهو المعول عليه من جميع دول العالم. هو الحزب القيادي، وهو الحزب التنموي، هو الحزب الاجتماعي. ان شاء الله يكون محل الاجماع كما كان في السابق بميثاقها الوطني بافكارها الوسطيه. ان شاء الله يكون محل الاجماع. هو حزب العداله والوساطه والتنميه. اشكرك يا محمد، واستمع الى محمد اخر من السعوديه ايضا.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أبو محمد من جدة. أبو محمد. الله يحفظك. حياك يا أبو حالك محمد. عبد الوليد. سلم الله حالك أخي. يا أخي نرجو منكم كل إنجازات علي عبد الله صالح تعرضوها كل شوية. فهمت؟ يعني الفيسبوك أمس يعني محروق حرق على علي عبد الله صالح الله يرحمه شهيد اليمن. الله يرحمه. وما بيحصلوا بديل له لو ما كان. ها؟ نعم. وبعد ما عرفوا وقفت علي عبد الله صالح رحمة الله عليه تغشاه بحيث قاموا متهدمين. فليش ما وقفوا معاه؟ خلونا احنا في الغربة يدم عليه. يعني كنت مليون متابع يتابع علي عبد الله صالح في قتله. لكن رحمة الله تغشاه ونرجو منكم الرحمة والشفقة لعلي عبد الله صالح. والله نحن سوينا عمره وما ننساه طول حياتنا دمنا وعروقنا تقطر دم على علي عبد الله صالح. الله يخرج. لا تنسون الدعاء والكثير الكثير صراحة يعني قدموا حجة وبعضهم عمره كثير كثير. الله يخرج أولاد إن شاء الله. جزاكم الله ألف خير. شكرا جزيلا واستمع لعبد الولي من صنعاء. السلام عليكم مساء الخير. السلام ورحمة الله. اهلا يا سلام. حالكم طيبين؟ الله يسلمك اخي. المؤتمر يا سيدي زي جبل عيبان ما يحتاج هذا اولا. ثانيا يعني كلمه من احمد علي او من الاسرة. حتى الشعب ينهض حتى لحظه صراحه يعني في زي ما تقول عندهم تفاؤل او هذه نبغى هزه نبغى كلمه لهم. الناس مستعدين يردوا الكعبه. انا اوجه الرساله هذه للعميد طارق. بالنسبه للسفير احمد علي عبد الله صالح وضعه مختلف الان وربما لا يستطيع ان يلقي خطابات. يعني الناس في المكاتب يعني همج 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 بكل معنى الكلمه. نعم. وبعدين بلادنا يا اخي بتروح هذا يبغى يمسك لك منطقه كذا وهذا يقول لك ايوه لكن هم في الاخير هذه عصابه هي لا تمثل شيء بالنسبه لليمنيين لكن هي فقط تمتلك السلاح والسلاح ليس عائق امام اليمنيين. يعني ثوره وانتفاضه ستعصف بهم لن تبقي ولن تذر. فكل واحد كل واحد يحسب حسابه انه بكرة سيكون في مرمى النيران إذا هو استخدم السلاح ضد اليمنيين. يعني لا يأمن إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك عبد الله. شكرا جزيلا لك. أبو عبد الفتاح من أين؟ من الرياض. الله أهلا وسهلا أخي. السلام ورحمة الله وبركاته. سلم الله حالك. بالنسبة لقناة اليمن اليوم هي المتنفس الوحيد لليمنيين الأحرار وكافة المؤتمرين فأرجو أن ترقى برامجها إلى أكثر من هكذا حال. قناة اليمن اليوم لا نريد أن تكون منبر لنعي اليمنيين بعضهم بعضا ولإخراج المظلومية. نحن نتمنى على هي طبعا قناة اليمنيين قناة اليمنيين كلهم ليس فقط المؤتمر. صحيح لكن نستقبل كل فيها كل الأصوات بما فيها أولئك الذين يعارضوننا ونعارضهم. صحيح لكن أتمنى أن تكون قناة تحبوية. نحن في ظرف غير الظرف العادي يا أستاذ عبد الولي. نعم. نحن نواجه عدو غاشم استباح المحرمات استباح الأعراض استباح الأموال انتهك كل ما هو مقدس في الدين من مدارس وجامعات وهو عندك اليوم ما حصل في جامعة إب احتفالات وصرخة شفت انت وبيعة البيعة في جامعة إب اليوم. أينا. مبايعة لعبد الملك الحوثي والولاء له إعلان الولاء لعبد الملك الحوثي. البيعة يا أستاذ عبد الولي والبعض لا يزال على عين غشاوة يعتقد أنه هو والله نحن ندافع عن الوطن وعن الأرض والعرض والكلام الكبير هذا وفي الأخير شو الولاية. نعم. البيعة لمن؟ البيعة لمن دمر اليمن؟ البيعة لمن أدخل اليمن إلى 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 الحضن الفارسي المجوسي الرافضي؟ البيعة لمن؟ البيعة لمن هدم المباني ولا الدولة والنظام والقانون والجيش واستباح الحرمات وأدخل الأعداء وأجعل اليمن أرضا وإنسان مستباحة؟ نبايع من؟ نعم.
اللي الأصل أنا قلت لك يا أستاذ عبد الولي الله يحفظك، الأصل أن تكون قانة اليمن قانة تعبوية. نرجو أن تؤدب رسالة وصلت يا أبو عبد الفتاح، وأعطي الفرصة لمتصل آخر. شكرا جزيلا لك. وأخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رحمة الله على الزعيم على الأمين. الله يرحمه. وشهداء. هذا أبو طارق من ردع. تفضل. المؤامرة على المؤتمر الشعبي العام وعلى قياداته هي معروفة من 2001. وقدموا ضرب مسجد دار الرئاسة باغتيال دولة قيادة المؤتمر ودولة وزعيم المؤتمر وزعيم اليمن وفشلوا. لجؤوا إلى صناعة هذه الحرب الذي إحنا فيها، المستهدف الوحيد هو المؤتمر الشعبي العام والقوات الحرس الجمهوري وعلي عبد الله صالح وقياداته. طيب أبو طارق، إحنا لم نتحدث عن الانتهاكات وعن تقرير. نعم هناك انتهاكات، انتهاكات لكن يعني معظم الانتهاكات اللي بتحصل من السعودي ولا من الحوثي في المؤتمر الشعبي العام، الشعب كله مؤتمر شعبي عام. نعم الشعب كله مؤتمر شعبي. هناك تواصل بين الشرعية، قيادة الشرعية وقيادة الحوثية قبل أن يأتي الطيران الحوثيين يخرجوا من المكان، يعني بيتم تزويدهم بمعلومات الطائرة بعد تقصف المكان الفلاني. والتحالف السعودي هذا هاي احنا بقى يفهم الكلام، يعني انه بيتعرض للتضليل، يخزنوا جمعة هذا مهزلة يجب على القيادات المؤتمر الشعبي العام ولا التحالف العربي يفهموا هذا الكلام. والقيادة دي في الخارج انهم يشاركوا بالتفاعل ولا يعودوا بسقط راح يدخلوا المخاء يسكنوا يا اخي يدخلوا اليمن ولا ما احنا بحاجتهم وما متى ما عاد شي حرب علشان بحاجتهم. اين بيخزنوا سوا في اي جبهة؟ فينهم بيخزنوك ما بش معي قاعدة دي لك قاعدة، وهذا الكلام حاصل وحلاس وكلام ما بش حاجة. طيب شكرا لك يا ابو طارق. يلا شكرا جزيلا. أحمد سكران. أحمد سكران تفضل، ضيف البرنامج الدائم بإجازة اليوم، نأخذ إجازة. أحمد تفضل. ألو. ألو مرحبا. تسمعني؟ طيب. يعني جبناك عين يا أحمد. ألو. ألو. ألو مرحبا. أيوة تعرف عليك؟ أم علي. أم علي حيا أبو أم علي تفضلي. من أين؟ الله. من أين تتصل يا أم علي؟ من سمع. تفضلوا. مساء الخير يا عبد الولي. مساء النور والعافية. كل سنة وأنتم طيبين. وأنتم بألف صحة وسلامة يا رب. رسالتي للمؤتمر الشعبي العام. تفضلوا. اتحادهم دعوه يدا واحده ان شاء الله. وموصف وتحياتي ورحم على الزعيم والامين العام. الله يرحمهم ويحسن اليهم. وتحياتي لاحمد علي ودارك. والله ينصرهم ويكون معاهم صاحبا ورفيق. يا رب. كل سنه وانتم طيبين. وانتم بالف صحه وسلامه يا امي. شكرا جزيلا لك. ألو مرحبا. اتصال آخر. ألو. ألو يا مرحبا. وليس أخبارك؟ الله يسلمك. ذهب قبل أن يتعرف عليه. طيب واتصال آخر. يعني أنت عارف أنه اليوم ممكن يختطفوا واحد مثلا أنه يتكلم على الغاز أو أنه ما فيش ماء أو أنه ما فيش كده. يعني الى هذا الحد وصل الاستخفاف بالناس انه ممكن يعتقلك هكذا. طيب الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله اخي عبد الولي. اتعرف عليك. وعليكم السلام. محمد من ابيان. محمد من ابيان. اتصلت اول. انا رصدت لي بس كمان كرت. طيب يا محمد تفضل. والله يا سيد الناس نقول لكم يعني نحن هنا في ابيان وفي عدن نواجه المشاكل والميليشيات الإرهابية
وأنتم في صنعاء كذلك تواجهون المشاكل والمصايب. طبعا أنت مش من أبين، لهجتك مش من أبين يا محمد. أيوة ثلاثة أسابيع. نعم، لكن إن شاء الله إن أنتم تكونوا يعني في درع الوطن بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربنا يوفقكم لما فيه الخير اليمن. شكرا جزيلا يا محمد. طبعا في حالات إعدام كثيرة تتم خارج القانون، تم في السجون وتم أيضا في مناطق أخرى في الجبهات تمارس هذه العصابة الكهنوتية الإرهابية. هناك من يحاول اليوم، لا يزال يحاول أن يجمل صورتها. نحن نحدثكم اليوم عن قسم بالولاء داخل جامعة إب على مرأة ومسمع من أكاديميين تحدثوا اليوم على ولاء لعبد الملك الحوثي. بأي صفة؟ بأي صفة؟ يعني لا يزال هناك مغفلين اعتقد انه بيدافع عن الوطن، ومش عارف اني جماجم بس بيرصها علشان يوصل ال 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 يعني عرش اليمن. ناخذ اتصال. الو الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الحمد لله على سلامتك. سلام. اهلا وسهلا. الله يسلمك اختي. سهى من دمار، اهلا وسهلا بك. قد نفذ بعد جريمة قتل الرئيس علي عبد الله صالح والأمين عارف الزوكة واعتقال قيادة المؤتمر من قبل ميليشيات الموت الحوثية، ستكون وبالا عليهم، فلا شفقة لكل حوثي قاتل ولكل متعاون معهم. ها هي حصونهم تتهاوى يوما بعد يوم، وأحلامهم بالحكم تنداس تحت أقدام أبطال القوات المسلحة والأمن الذين أقسموا أن الجمهورية اليمنية موحدة ستظل جذورها ضاربة في أعماق أرض اليمن. أعيدكم يمن جمهوري موحد من المهرة حتى نودي ومن صعدة حتى عدن، تحتاج لحوثي بعد اليوم. شكرا لك يا سهى، تحية لأهلنا في دمار. طيب أخذ سال. ألو ألو، مرحبا. ألو اسمعني. الو مرحبا. الو سالم من السعوديه، تفضل اخي. اهلا يا سالم. سالم السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اولا احيي قناه اليمن اليوم. ولك التحيه والتقدير. الله يسلم. معك سالم بايوس من جده. ونعم سعودي من اصل حضرمي. نعم بك. اهلنا. اهلا اهلا بك. بالنسبة لل اللهم صل على محمد، الجيش اليمني اللي موجود في اللهم صل على محمد ناحية الحوثي في الساحل الغربي مران في جهة صعدة. نعم اي في جهة صعدة. نعم. ارى انهم يقتلون الحوثي ويشوهون اللي تابعين له، الاخوة اللي شو اسمه اللبنانيين والايرانيين والايرانيين، وهذا رأيي لهم. وبعدين الحكومة، رسالة الحكومة اليمنية انها تنشر جماعة الحوثي هذول والموالين له وهذا، تنشر اسمائهم في قائمة عنهم مطلوبين، واللي يسلم نفسه يعفو عنه قبل ايه قبل ما يدهموه. نعم. مثل ما سووا زمان علي عبد الله صالح الله يرحمه، نشر اسماء القائمه اللي كان فيها الحروب هذيك. يعني رسالتي للحكومه هذه، وان شاء الله موفقين، وندعو لكم ان الله ينصركم ان شاء الله. بارك الله فيك يا عم سالم، شكرا جزيلا لك. استمع لناجي من البيضاء. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا ناجي. حالك طيب؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير. صحة وسلامة وكل أهلنا في البيضاء. أنا أشكر قناة اليمن اليوم. ولك التقدير وكل التحية. أخي طولت هذه مشاكل اليمن، يعني طولت، ولحنا يعني مغتربين، يعني لا حوالي 4 سنين يعني مضيعين من أرضنا يعني. والبغاء الشاخر وانشاء والبغاء اليمن يعني تحتل قضية في أسرع وقت إن شاء الله. الأمور راجلة إن شاء الله. دعواتكم وعزم الرجال، همتكم مع
الجيش مع القوات المسلحة. والله انا يعني مغترب يعني كاقي على يعني اشرف في البلاد يعني وانت ايضا تقوم بدور انت تكفى الاسر ايضا تكفى النفوس. نعم هذا نعم هذا, نعم. هذا, هذا هذا عمل كبير ايضا ربنا يجزيك الخير. يا اخي والله نبغى اليمن يصلح يعني زي يقول مشاكل دائما في اليمن مشاكل دائما ما تحتل قضيته في اسرع وقت. انا احييك يا ناجي واستمع لعلي شكرا جزيلا لك واستمع لعلي من شبام حضرموت الله يحفظك. حياك يا علي. الله يحفظك. تحملوا من اجل الوطن لا تبيعوا الوطن من اجل اشخاص. نعم من اجل حب اشخاص يعني محددين. لا لا نعم لو عملنا هكذا نحن بنعمل زي الحوثي. الحوثي بيعمل من اجل اخوه ثار لاخيه وهو يطلع في ال... نعم بالنسبه للحوثي الله يحفظه الحوثي لا يواجه دوله يعني دول معتديه على اليمن لا يحبونا ولا يعرفونا ولا هم معترفين بنا ولا بننتصر بهذا الشكل. انت من حضرموت؟ طبعا اولا لا هو هذا الاتصال مش من حضرموت. ناصر اليماني من صنعاء. ناصر حياك الله استاذي. حياك يا ناصر. الله يحييك كيف حالك؟ الله يسلم حالك. حياك رحم الله الزعيم علي عبد الله صالح الله يرحمه ويحسن اليه. الف رحمه ونور تنزل عليه الله يرحمه. واقول اشارك بكلمتين مهمه. هات. اتحدى 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 الحوثي وايران واتحدى واتحدى السعوديه وامريكا والامم المتحده ومجلس الامن ان يوجدوا السلام والامن والامان في يمن. نعم عشنا في ظل علي عبد الله صالح 33 عام في امن وامان وسلام وخير واليوم نعاني الامرين بعده. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. تمسكوا بوصيته. تمسكوا بوصيته. هذا آخر ما يعني ما ورثناه هذه الوصية وإن شاء الله نحن ماشيين فيها جميعا ويعود الخير. إن شاء الله إن شاء الله. وأتمنى لكم التوفيق وشكرا يا أستاذ عبد. شكرا جزيلا. على هذا البرنامج الرائع الذي ينفس عما بداخلنا من ضيق. أشكرك وإن شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم. بنت النعمان من أب. ألو مرحبا. فقدنا الاتصال. تحية لأهلنا في أب. بصراحة يعني ثورة 26 سبتمبر قادها الشهيد علي عبد المغني ابن أب الخضراء قضى على الكهنوت. كانت هذه الثورة التي دحرت الكهنوت وقضت عليه. ألو مرحبا. حياك ربي. السلام عليكم وعيدك مبارك يا عبد الوليد. وكل عام وانت بألف خير. اتعرف عليك. عارف العميسي من أمريكا. أهلا وسهلا أستاذ عارف. حياك ربي. تفضل أخي. نشكر الإعلامي أول شيء نشكر الإعلامي حق قناة اليمن اليوم نشكر قناة اليمن الشريفة الذي يعني ما تدين الله الصحيح ونعيدكم مبارك جميعا. كل عام وأنتم بألف خير وكل مغتربين في الولايات المتحدة وكل أصقاع الدنيا. من رحم للزعيم عارف الزوكا ونحيي طارق. طارق يا الله يحترنا يا طارق يا أخي يحترنا يحترنا يا انتظار متى يا عبد الولي هذا الكلام هذا يا أخي شوية يعني الشردمة هذا لا فاتن يعني ما نسحبهم على وجوههم والله العظيم يعني يسيبونا وإحنا نخرج إحنا نجيهم إحنا. إن شاء الله المجال الآن مفتوح للجميع أنه يشارك في هذه الجبهات. يا أخي عيش هذا عيش هذا يعني لو نقول والله أنهم يعني جيش مدرب هذا شوية يا أخي هكذا يعني جالسين يزرعون الغام والجو يعني لا عليك. هي مرحلة هي جت يعني ربما التجاذبات السياسية أوجدت هذه العصابة. أنا أحييك يا عارف وأحيي حماسك ووطنيتك. آخر متصل من صنعاء. ألو ألو مرحبا. آخر المتصلين من صنعاء. ألو اسمعني. طيب
هتسيب متصل آخر ولا بهذا المخ؟ ألو مرحبا. جي جوزي. ألو 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 مرحبا. اه مع حسين الحميري من أب. حسين الحميري من أب آخر المتصلين، تفضل أخي. والله أخي نقول لك الله يجزيك كل سنة وأنتم طيبين. وأنتم بألف صحة وسلامة يا رب. نريد المصداقية من قناة اليمن اليوم. نعم. نقول طارق الله يوفقه ويعينه ويشد الحال، وإحنا معه إن شاء الله بالمال والرجال. ونعم بكم. ونعم بكم، وأنتم دائما الأب العطاء والخير والرجولة. شكرا جزيلا لك يا أبو معاذ. يا أبو معاذ على الهواء، ما عاد قلنا شيء آخر متصل، خلاص أبو معاذ آخر متصل. السلام عليكم وبركاته، تفضل يا أبو معاذ. الوقت أزف، الله يسلمك. الله يسلمك. نحن لا نعول على المتحدة ولا على شتمه، لأن المتحدة هي أمريكا. أمريكا هي اللي تبغى تدمر اليمن وتستهدف السعودية. نعم. هذا الحقيقة. يعني عملية ابتزاز من خلال هذا التقرير. احنا تدمير اليمن دمرت شعبا وارضا. صحيح. واستهداف السعودية، هذا 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 شو هذه المتحدة. مسألة واضحة فعلا. وبالنسبة نحن لا نعول على شو اسمه، نحن نعول على الدول مع عمالقة اللي قاتلون في شو اسمه، ولا نعول على المؤتمرين اللي في القاهرة اللي نهبوا ثروات اليمن ورحبوا القاهرة وفي كل مكان. أنا في القاهرة بس والله ما نهبت أحد. أيوة كلهم معك. كلهم أشكرك. أركاني والطرباني والسلباني كلهم، هذا كلهم الحرامية. أنا أرجوك ما في داعي إن إحنا نجرح في بعض يعني. لا 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 هم خلص. هم اللي هربوا، لو هم قعدوا في اليمن وحاربوا الحوثيين. طيب. ما هم مسلمين الوظائف. شكرا. بغاهم مسلمين وظائف، خلاص الحرم اليمني يجون يسنون وظائف بس. أشكرك جزيل الشكر يا أبو معاذ، اتصالك كان آخر اتصال، بهذا ينتهي وقت البرنامج. أتمنى أنه أكون قد وفقنا في تغطية هذا الموضوع. تقبلوا ختاما تحياتي وتحيات طاقم العمل، حتى الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.